هل تستطيع المرأة الحامل الصيام؟ تابعونا لتعرفوا. أولاً، يجب استشارة الطبيب للقيام بالفحوصات الدورية الشاملة وللتأكد من صحة الجنين والأم. ثانياً، تجنب الوجبات الخفيفة وخاصة خلال وجبة السحور، فتعتبر وجبة السحور أهم وجبة في رمضان، فهي بتقلل من شعور العطش والجوع والصداع خلال اليوم. كمان بننصح المرأة الحامل بالاهتمام بتنوع الوجبات الغذائية يلي بتتناولها، ويجب أن تكون أكثر من وجبة واحدة، ويجب احتوائها على الكثير من الألياف لأنها بتستغرق وقت طويل بعملية الامتصاص. وينصح بتناول الفواكه بشكل دائم لأنها بتحتوي على نسب كبيرة من الماء. بنتمنى تكونوا استفدتم من معلومتنا لليوم. رمضان كريم.